نتابع فقرة بيوتي مع باسم طويل من لوكسيتانو بروفانس. باسم، كنا عم نحكي عن عشبة أنجليكا اللي من خلالها قدرتوا تستخرجوا مواد وتعملوا ثلاث مجموعات للوكسيتانو بروفانس اللي رح منفصلهم بعد شوي. عشبة أنجليكا كنت عم تحكينا هيك شوي عن مميزاتها، يا ريتك ترجع بتلخص لنا اياها. هي العشبة مميزاتها انه بتحتفظ بالماء وبتكبر تقريبا بشكل بسرعه within like 2 days، بتطلع هالنبته وبتزهر. هلا خصائيتها هالنبته او خصائصها هي عباره عن انه بنستخرج نحن منها المي اللي فيها والاسنشال اويل. اليوم لوكسيتان معروف انه بيعمل هالديستيلاسيون لهالزهور لحتى يستخرج منهم الزيوت العضويه تبعهم. نعم. هلا اليوم المجموعه موجوده بالاسواق هي لترطيب واعاده احياء البشره. وبنفس الوقت لانه بترطب يمكن قد ما فيها هي اكيد مي بالاساس هالنبته، ولكن كيف تعيد احياء البشره او الخلايا بالبشره هي كمان من وراء العشبه او من وراء هيك شويه التصنيع. اليوم هو اللي بيميز لوكسيتان عن غير الماركات بالسوق انه اليوم لما نحمل البرودوي عم نحمل اسم البرودكت او الانجريدينت اللي مستخرج منه. سو لما اليوم عم نقول انجليكا هي من الفلور، سو مثل ما قلت انه كان عندنا الزيت الاسنشال اويل وعندنا الووتر تبع الانجليكا تبع هذا الفلور، وزدنا عليهم هالسنه هو البذور او السيدز تبع الانجليكا. سو عندنا اليوم تو ريجسترد باتنت بالمختبرات تبع لوكسيتان بهالمجموعة هاي. وهي هيدي قوة مختبرات لوكسيتان انه هالمزيج بين يمكن مكونات عشبة معينة هي اللي بتعطي هالنتيجة القوية. يمكن لو استخرجته مثل ما عم بتقول بس المي او بس الزيت ما كانت عطيت هالنتيجة الحلوة على البشرة. اكيد هون عم نشوف كمان انه قديش هذه النبتة بتتأقلم ب أرض خصبة رطبة والزورة اللي كتير قوية بينبتوا بسرعة بتكمشوا بالأرض وتطلع تقريبا على علو مترين بظرف يومين. هاي المجموعة اللي عم نشوفها من الروتين اللي هو الكلينزينج للكونتور دي زيو مع الكريم إدراتان. هون عم نحكي مجموعة فقط للوجه أكيد للعناية ببشرة الوجه. نحن اليوم عم نخصص هذه الفقرة للأنجليكا لعناية الوجه. نعم. هون عم نشوف السكراب والماسك اللي كانوا كمان زدناهم على هذه المجموعة من بعد انطلاقتها، وكمان اليوم زدنا شيء ثاني هو دخلنا الليمون لهالمجموعة. صار في عنا شيء اسمه أنجليكا ليمون. نعم. للبشرة اللي بتعاني من إكسس أوف أويل اللي هن الصبايا بركي الدهنية زي. البشرة الدهنية ايه؟ أكتر. نعم. وبما أنه ذكرت الصبايا يعني لاحظنا قد ما هالبرودكت طبيعي أنه يمكن ممكن يستعملوا المراهقات، يمكن يستعملوا الصبايا أو الشباب اللي عمرهم صغير وما بتضر أبدا. عم نشوف هون كل المجموعة اللي موجودة معنا بالستوديو، رح نحكي كمان عن باقي المجموعات، ولكن هل العمر ممكن يكون عمر صغير لما ببلشوا؟ بهالمجموعة هي ما في شيء معين بلوكسيتان بنحدد له عمر معين. نعم. اليوم هاي المجموعة لكل العالم يلي عندهم عطش بالبشرة حتى يعطوا ترطيب، لأنه اليوم البشرات مختلفين عن بعضهم. في عنا البشرة الناشفة وعنا البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة اللي عندها ظهور علامات التجاعيد. هاي المجموعة مختصة بس للي عندهم نقص بالمي. نعم. مشان هيك اليوم بدعي المشاهدين كمان لحتى يزوروا بوتيكاتنا. في عنا هذا التول اللي هو بيفحص نسبة الرطوبة أو الترطيب بقلب الوجه لحتى نقدر نعطيه اي منتج اللي كان. نعم. وهيدا المجموعه الانجليكا هي بتبلش من بالنسبه مثل ما ذكرت للمراهقين لعمر المبدئيا 27، لانه من بعد ال 27 في عندنا منتجات ثانيه نقدر ننصحهم فيها.
نعم. لانه بيضعف نسبه الكولاجين بالوجه. نعم، وهذا اللي كنت بدي اسالك اياه يا باسم، انه طبعا كل عمر في له منتجاته الخاصه، واكيد بيكون في اخصائيين من لوكسيتان عم يقدروا يعطوا النصائح، لانه لما بنفوت على لوكسيتان على الستاند او المحل عندكم منضيع بالوان، منضيع ببرودويات، منضيع بانواع كثيره من هالمنتجات اللي كلها من الاعشاب الطبيعيه، فاكيد بيكون في مستشارين او اخصائيين أكيد. موجودين عندكم؟ اكيد موظفين هن مسؤولين وكمان جاهزين لحتى يرضوا طلبات المشاهدين. والريحه الحلوه موجوده بكل شيء موجوده هاي العشبه كمان بدي احب اضيف انه كانوا في قصص، لانه كل يوم برودكت عنا هو في عنا قصه من وراء، سو بالقصص شوي السحريه اللي قديما كان في انه هيدي الروائح تبع النبته بتخوف السحره، وبنفس الوقت استعملوها كمان على يعني بهالريحه تبعها، لانه هي تشبه تقريبا زهره اليانسون. سو استعملوها باشياء مطيبات للاكل كمان وليكور لحتى ينشرب كمان. يعني ممكن نفتش مظبوط على أنجليكا ونقدر نلاقي كل الحسنات. هي ما فيك تضيعيها، لأنه هي أطول شجرة تقريبا موجودة أو نبتة. نعم. بين النبتات الأخوة هالنبتة موجودة بلبنان بس؟ إيه أكيد بتتواجد بلبنان، لأنه هي تقريبا يعني اليوم نحن على الميديتيرانيان مثل دروم بفرنسا. باسم كمان هيك سؤال للتذكير ليلي ما بيعرف لوكسيتان او منتجات لوكسيتان، حكينا اليوم عن منتج للوجه، للعنايه بالوجه للشباب والصبايا. صح. اكيد من دون ما ياذي لهم بشرتهم، من دون ما ياذي الخلايا او يروح النضاره اللي بتكون بوجههم، ولكن منتجات كثيره، هيك ريت ترجع تذكرنا بالبعض منها. بموضوع النضاره بعد في شيء نسينا نخبر عنه، ثالث مجموعه. صح. ما هيك هو السوبليم او الاسانس سوبليم، هو السيروم اللي ضفنا على زهره الانجليكا زهره ثانيه هي الايريس، ونزلنا معهم بيبي كريم البيوتي بلندر، سو هو ليوحد لون البشره يلي عنده كمان شوائب بالوجه او احمرار، سو بيستعمل السيروم اللي عم نشوفه على الشاشه، وهلا عم نشوف كمان البيبي كريم في منه درجتين باللون. بس لفسر شوي للمشاهدين، البيبي كريم هو عباره عن كريم مرطب مع حماية من أشعة الشمس، وبنفس الوقت كولر لحتى يوحد لون البشرة. يوحد لون البشرة إذا كان في دموغة أو في احمرار مثل ما بتتفضل وتقول. هل في ممكن يكون في سايد إفكت باسم؟ لا أكيد، لأنه منتجتنا يعني إذا ما ضرت ما إذا ما نفعت ما بتضر أكيد. بالنسبة لسؤالك اللي كنا عم نحكيه اليوم، لوكسيتان مش بس هو سكين كير، في عنا كمان بودي كير، فراغرنسز، هوم برفيوم، يعني بارفانات وروائح حلوة وللجسم، وطبعا مقسمة على أعمار عديدة. أكيد. للرجال حسب الأذواق، أكيد في عنا سكشن خاصة للرجال من الشيفينج لكل شيء له علاقة بنظافة الرجال والجرومينج، نفس الوقت العطورات. نعم، أنا يعني بدي أشكر وجودك معنا، وطبعا مندعي الجميع ليشوفوا منتجات لوكسيتان اللي موجودة وين حاليا بلبنان؟ نحن اليوم موجودين بأبسي أشرفية وأبسي دبي وبيروت سوق. نعم، شكرا لك باسم طويل. مشاهدينا رح نتوقف لثواني وبنرجع لتيستينج.